يا أخي يعني شديد العصبية، عصبي بصورة شديدة جدا. وإذا ما يعني أحاول بقدر الإمكان كي لا أكون يعني محاسب بقطع الرحم، أحاول يعني أسيره في الكلام والأخذ والعطاء، لكن إذا ما تكلم تجده يسب ويلعن، حتى يسب الوالد رحمة الله عليه والوالدة بألفاظ نائية وما إلى ذلك من إهانات وكذا يعني. فهل مقاطعة مثل هذا الأخ يعني فيها حرمة؟ يعني على كل حال لا تكون مقاطعة تامة. لا لا، أنا بحاول بقدر الإمكان سدد وقارب يعني. ماشي، سدد وقارب لا بأس.